إذا حابب تشتري كوينز بأرخص الأسعار عندك موقع يو7 باي من أضمن وأرخص المواقع لبيع الكوينز وسريع بالتسليم، ولا تنسوا تستخدموا كود الخصم الموجود بالدسكريبشن لخصم 5%. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من أستاذ جيمر معكم اليوم مقطع جديد من سلسلة الطريقة الإعلامية. لا تنسوا بداية المقطع ضغطكم على اللايك والاشتراك بالقناة. هاي الحلقة حلقة باكج الأيكون، ومو أي باكج أيكون، باكج الأيكون الميد. هاي أول مرة بعمل ميد فقط، عملت بيس أور ميد كذا مرة، عملت البيس أيكون، فالمقطع بيستاهل يعني لايكات، لأنه حرفيا أنا ما كان بدي أصرف اللاعبين على تحدي الأيكون، بس تعرف بفتح بس منار باكج ايكون باكج ايكون، فبروح بعمل باكج ايكون. يعني كمان بعمل بسوس يوميا عن اون لايف حساب بالدسكربشن، فوصلونا فوق ال 35,000 لايك على هذا المقطع. اذا متحمسين لفكره باكجات الايكون، مشان ممكن نعمل باكجات ايكون اكثر بالفتره الجايه، واشتركوا بالقناه. ما بدنا نطول كثير بالمقدمات، خلونا نبدا. فطبعا انا الان قررت اعمل تحدي باكج الايكون لسببين. السبب الاول انه عندي لاعبين كثير، والسبب الثاني انه نزلوا ايكون ميد فقط. ماشي، هذا الشيء حلو انه ايكون ميد ما يطلع لي بيبي، خلص بيبي ما في. فهذا هو الايكون اسمه ميد ايكون ابجريد. طبعا في البيس اور ميد ارخص من هذا بحوالي 50,000، فهذا بيستاهل اكثر الصراحه انه نعمله. فبنقول ان شاء الله يا رب بركي بيطلع لنا شيء لاعب مثل الناس، يعني يزبط لنا التشكيله. يا رب يا رب، والله انا متمني شيء لاعب مثل الناس الصراحه. انا لكم صراحه، مشان ما تفكروا اني انا والله اللي بده مدري مين، لا انا بدي لاعب وسط. اوكي، بدي لاعب محور. جنسيات ممكن نخليها جنسيات، بما انه المره الماضيه جارنشي خليناها عادي، ممكن هالمره نخليها جنسيات. طيب هذا تحدي 86 اللي هو اغلى تحدي يعتبر فيهم. ماشي، رمينا فيه والله لعيبه كثير ريتنج عالي حرام، بس ماشي. طبعا اذا نزلت اي ريتنج زياده، مثلا نزلت 83 مكان هذا، ما بيمشي الحال، خلص هذا الحد الاقل. خلينا نرسل، بسم الله. طيب يلا بسم الله. هذا التحدي الثاني، تحدي 86 الثاني. ماشي، وهدول اللاعبين. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، ان شاء الله اني ما اندم. المشكله لسه طلع لي كان ممكن اني استخدمه، بس خلاص ماشي. والله الايكون بيستاهل الصراحه يا رب. طيب يا جماعة، هاي التشكيلة خلاص، هاي التشكيلة ما راح اتخبص زيادة. هاي التشكيلة للتحدي 85. طيب خلونا نرسل التحدي، بسم الله. وهيك يا جماعة اكتمل تحدي الايكون الميد، ترقية ايقونة متوسطة. راح نخليها جنسيات هالمرة، يعني ممكن مرة جنسيات مرة عادي. المرة الماضية لما طلع لي جارينشا خليت عادي، ما خليتها جنسيات، فهالمرة اوكي راح نخليها جنسيات. الله يستر. انا خايف يكون مكرر، بتعرف اذا بيكون مكرر بيطلع لي جارينشا او كرويف، حرفيا جلطة. هي الجلطة هيك، يطلع لي كرويف او هاد. نايس ساعتها. ايوه دوغلاس كوستا، نايس نايس، حلو 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 حلو. بظن هذا الباك بينباع. طبعا جلتش الدرافت، لا ننسى لا ننسى لا ننسى. بظن يا جماعه هي قائمه الايقونات اللي اذا بيطلع لي اي واحد منهم يعتبر اسطوري. في حوالي 20 ايكون بتقدر تقول، اذا بيطلع لي اي ايكون منهم يعتبر اسطوري. رح نفتح الباك ونخلي جنسيات. ماشي يلا بسم الله يلا. الله يستر الله يستر الله يستر يا جماعه الخير، الله يستر يا جماعه الخير. الله يستر، الله ما يكون مكرر ان شاء الله، ما يكون مكرر ان شاء الله، ما يكون مكرر. مو مكرر يا جماعة، مو مكرر، مو مكرر يا جماعة. أوه ماي جاد، أيوة الحمد لله الحمد لله. أول جنسية اليابان، مرينا بسلام. الحمد لله مو كوتشا، الحمد لله. إسيان، أوكي مو إسيان. الحمد لله مو دروغبا، الحمد لله الحمد لله. السنغال، ليش السنغال شو فيها؟ أنا يا جماعة ما عاد أعمل جنسيات مرة ثانية، والله العظيم قلبي بين رجلي صار حاسه. لا لا يا رب، لا يا رب، لا يا رب، يا الله. هوغو سانشيز. يا جماعة يا جماعة يا جماعة، مو أحسن شيء صح؟ شلون بعمل حفظ من الفايف لآخر ربع ساعة؟ كيف بعمل حفظ؟ هون لما فتحت الباك؟ يب هون لما فتحت الباك، شوفوا. هي عامل حفظ، لا الله ياخذك، آخ. أنا انبسطت إنه مو مكرر يعني، عرفت؟ كم مليون مرة قلت ما بدي مهاجمين؟ يا خلاص خلاص ما عاد بدي مهاجمين. لك لو اعطيني فردنت شو كان صار لكم؟ سوبر سب ممكن نزله يعني يقلب لي المباراة، بس انا ما بيلعب معي اساسي الصراحة. عندي مليون لاعب بالهجوم، هذا ما بيلعب على حسابهم. اوه الحمد لله، ووك اوت، يس
يس يس يس يس، قلت لكم التحديات هاي ممتازه. طبعا اليوم المفروض تنزل دفعه السواب الثانيه. انا ليش عملت باكج الايكون من هلا؟ لا مشان لما تنزل دفعه السواب الثانيه كون عارفان شو بدي اعمل فيها، مو اعمل باكج الايكون وكون اخذ من هنيك شيء. يعني فرض مثلا اخذت ايكون من هنيك وبعدين عملت باكج الايكون طلع لي نفس الايكون، انا ما استفدت شيء ساعتها، فعملت الايكون من الان وخلصت. اللونج باس 50 التمريرات طويله، شلون يعني زبطيت معكم 50؟ شو انا بمرر احسن منه؟ خلص اعطيه اعطيه، راح اعطيه انجن وجربه مكان راشفورد ماشي، نعطيه فرصته بالفوت. راشفورد المصيبه حرق دمي الصراحه بالانجن، اذا ما عجبني على طول رح نزل راشفورد، لا تفكروا اني رح اعطيه فرصه ويلا مباراه كمان ومدري شو، لا ما عندي انا هالكلام، عندي لاعب بدع بيلعب، ما بدع على الاحتياط على طول، في مليون لاعب غيره. بسم الله. اوكي تشكيله ايطاليه مع اسبانيه، عنده كريستيانو تونالي، والله تشكيله حلوه. يلا يلا بسم الله، هي التشكيله جوا الجيم ماشي، رح جرب هيك، اذا ما نفع على طول رح طلعه بصراحه، عرفت رح اعطيه شوط. لازم تعدل الخطه لك يا هو، هيا بلع هيا بلع. الحمد لله الحمد لله يا تيس يا جماعه، قسما بالله عم يخترع بالباصات، عم يلعب على كيفه، يعني انا شو غبي لا العب له اياها. شكرا يا نيمار، شكرا يا نيمار. الحمد لله. يا عيني يا نيمو، يلا عليك يا اخي، يا الله من هذا اللاعب خارق، هذا هو اللي ناقصني بتشكيلتي بس. وحش يا جرينشيو. يا الهاتريك، وحش نيمو وحش. حط يو مسكها. يا الله يا هاللاعب، يا الله يا هاللاعب، يا متعة يا متعة يا جماعة، متعة متعة انك تلعب بنيمار. ايه تفرجوا تفرجوا شباب. ياه يا بلاك، أربعة أقوال نيمار يا جماعة صح؟ أربعة أقوال، شوف هاي أول تجربة لنيمار بالفوت، أربع أهداف بشوط واحد. وكرويف صانع أربعة كمان. هو المصيبة أنا قاعد بعمل مهارة وهو ثلاث نجوم مهارات، عرفتوا؟ ياه. الله ياخذ ام الحاله، حرام عليك يا رجل، سحبت الفريق كله بالاخير، صعب عليك تشوطه. ما ايوه يا سانشيز، لا لا بالرول اصلي اصلي. يا يا عيني عليك. نايس نايس، مو شي سيء اللي طلع لي يعتبر صح، طالما عم بستخدمه. حط جولين باول جيم، اوه يدون مسكها مسكها، اصلي اصلي والله حلوه كانت. يا عيني 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 يا نيمو. لا 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 شوف شلون بكسر نيمار، شايف؟ شايف؟ يخرب بيت القوة، هذا اللاعب مو طبيعي. جولين جولين، كرويف ما سجل تخيل، بس صنع ستة. فوت شامبيون مو سكواد باتلز، فوت شامبيون. اوه حلو 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 حلو. يلا
راح تضيع يا كرويف. يا كرويف يلا تحرك كرويف يا جماعة يدرس. ما عليك يا الحمد لله انه طلع الحمد لله. اوكي هاي تشكيل قوية بقى الله يستر. برناردو سيلفا هاي النسخة يا انه لعب ضدي مرة وعقدني تعقيد. والله حرام بالويك فوت يحط علي سايد. والله حرام عليكم والله حرام عليكم. ايه مسكها شو عم يصير شو عم يصير. نايس. لا 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 مربع اكس مربع اكس. شكرا يا نيمو والله انه تاخير الارض يا جماعه. We're inside the final 30 minutes. And it's a quality pass. يلا ارا يا الله يا الله يا الله كنت فكر جايب العارضه بدي اقول حرام. الحمد لله يا اخي طعوه لك العاب يخرب بيت التقل بسرعه. لا مو لهاد يخرب بيتك يخرب بيتك شو غبي شيلو طرد يا زفت. طرد لي لاعب صراحة ما راح يهجم. إذا بلعت تعادل رحنا شوط إضافي أنا خسران بعشر لاعبين ما راح فوز. أوه عنده إيتو بوكبا. كيف سانشيز والله للآن يعني ماله سيء. سجل لي عم يسجل بكل مباراة أموره سليمة بدي أشوفه لبعدين راح يضل هيك ولا لا. فكرت تسلل هو فكرت تسلل. اوه كسرت التسلل كسر الحمد لله. جيمس تابرنير الو كرايف نايس يا نيمار. والله كرويف ما قصر فيها الصراحة، كرويف أبدا ما قصر فيها. ألو؟ ألو؟ هاتريك هاتريك هذا أسطورة 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 هاللاعب بيفرق بيفرق بأي فريق بيلعب فيه. وحش كرويف ليك كامبل كامبل شاطه بيرما خلص قرف. وبعدين وبعدين يا عمي خلص شباب خلص خلص. اوكي يعني برونو يعني يعني والله انك ما بدي سب ما بدي سب بس هي ما بتضيع وانتم بتعرفوا هالشيء. جي جي طيب عند الدون راشفورد برونو ديست. اوكي غالبا انه ديست طالع له مشيت. مو بلوك ارجوك. قولوا مو انظم يا جماعه انقطعت ورجعت له. لا لا حدا يحكي شيء رجاء يعني. حرك نايس يا جارينشيا وحش والله. جارينشيا الجناح اليسار مبدع الصراحه لانه بشوط باليمين فعم بقدر اني شوط فيه على الاقل. يلا يا عيني يا كرويف.
يلا يا نيمو. حلوة حلوة. يو يو بلاك. وحش 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 وحش. حلو. سلام سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا 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 نيمار. والله انك رهيب برونو. يو بالعرضة. يلا هوغو. يا حلوة حلوة كانت. شكرا لكم على المتابعة. هيك نقدر نوصل لنهاية. ان شاء الله تكونوا انبسطتوا واستمتعتوا بالمقطع. لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة. وصلنا فوق 35,000 لايك ويعني مليون مشترك وصلنا. بدنا نحاول نوصل ان شاء الله ارقام اعلى من هيك. فاشتركوا بالقناة. وبس هذه كانت اليوم. في يوم الملاقات.